مركز سنة الطبي يحذر من توقف إجراء العمليات الجراحية لقلة الإمكانيات. العاملون بهيئة السلامة الوطنية في منطقة القلعة يشكون نقص ضروريات لتقديم خدماتهم للمواطنين. وفي قضية اليوم نناقش معاناة شريحة من المواطنين جراء الأخطاء الطبية وعدم توفر العلاج بأباره. أهلا بكم مشاهدينا في العاصمة. حذر مركز الصفا الطبي من توقف إجراء العمليات الجراحية بعد أسبوع لعدم وجود إبر ومواد تخدير بالمركز. وقال المتحدث باسم المركز أسامة الوافي للنبا إنهم أوقفوا إجراء العمليات باستثناء الطارئة والمستعصية. وأضاف الوافي أنهم طالبوا من جهات الإمداد الطبي توفير المادة لكن لم تستجب أي جهة حتى الآن. أعلن مستشفى طرابلس الجامعي استئناف العمل بقسم الإسعاف بعد الانتهاء من صيانته. وقال مدير جامع طرابلس نبيل العجيلي لوكالة الأنباء الليبية إن المستشفى يعاني نقصا في الإمكانيات، مؤكدا أهمية قسم الإسعاف كونه الواجهة الأمامية لاستقبال الحالات التي ترد إليه على مدار الساعة. أعلن المدير المساعد بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية محمد غوار انخفاض قيمة المخصصات المالية للمشفى على مدى السنوات القليلة الماضية. ولفت غوار إلى أن الميزانية أصبحت تعادل مخصصات بعض المستشفيات القروية المستحدثة والتي تقع في مناطق ريفية لا يتردد عليها سوى عدد قليل من المرضى الذين يرغبون في الحصول على رعاية صحية أولية فقط. وطالب خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية بدعم الجهات المسؤولة لكي يتمكن المستشفى من تقديم خدماته الصحية بشكل يليق بالمستفيدين من هذه الخدمة على حد قوله. يشكو العاملون بهيئة السلامة الوطنية في منطقة القلعة بجبل نفوسة من نقص الضروريات لتقديم الخدمات رغم مناشداتهم المتكررة للجهات المعنية بغية توفير الحد الأدنى لهم من الإمكانيات اللازمة. نتابع. كغيره من المؤسسات والمرافق التابعة للدولة الليبية يعاني قسم هيئة السلامة الوطنية بجبل نفوسة فرع القلعة من نقص أبسط متطلبات العمل أبرزها وأهمها سيارات إطفاء الحرائق. يوجد نقص حتى من إطفاء نطلب بسيارات خاصة، يعني حتى سيارة الإطفاء ما عندناش. نقص الإمكانات لم يقتصر فقط على سيارات الإطفاء بل وصل إلى عدم توفير مبنى للقسم بالرغم من تخصيص قطعة أرض من قبل المجلس البلدي القلعة، ولكن لا إجراء إلى اليوم من قبل الجهات المسؤولة بالدولة تجاه هذا القسم الحيوي بالمنطقة. مقر فرع هيئة السلامة الوطنية بالقلعة يعتبر مستعارا من أحد الجهات العامة بالمنطقة لفترة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات بإنشاء مبنى مستقل للفرع. زي ما تشبحوا فيه القسم من ناحية المبنى، مبنى يعتبر غير لائق وهو يعتبر هو ده مبنى تبع جهة أخرى ويعتبر مستعار استعارة إلى حين إشعار آخر. يعني القسم يفتقر لعدة أمور من ضمنها وسائل الإطفاء. القسم منذ التأسيس من 2012 تقريبا إلى تاريخ اليوم لا يمتلك سيارة إطفاء والمتمثلة في شاحنة أو سيارة تدخل سريع. كل العمل في القسم كلها بمواد تعتبر بسيطة متمثلة في استوانات إطفاء، ونشتغل بسيارتنا الخاصة. يعني لما تصير حريق نطلع بسيارتنا الخاصة، ومرات قصدي نواجه في مشاكل، في عدة مشاكل تتطلب ان لازم تكون في حضور شاحن إطفاء لهذا الموقف. يعني وبالرغم من المناشدات المتكررة التي توجهها الإدارة والعاملون بفرع الهيئة بالقلعة إلا أنهم يعملون بأقل الإمكانيات وبمجهوداتهم الذاتية لإطفاء الحرائق وإزالة مخلفات الحرب بالمنطقة بوسائل بدائية ومحلية.
أعلنت الشركة العامة للكهرباء تشغيل محطة طلاء النصر الجديدة بمدينة سرت بجهد 11 كيلو فولت ودخولها على الشبكة العامة. أوضحت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن التشغيل سيسبب في تخفيف الأحمال على بعض المحطات داخل المدينة. كما أضافت الشركة أنهم سينسقون مع دائرة التوزيع سرت بشأن توزيع الأحمال من خلال نقلها من الأحياء السكنية المجاورة لهذه المحطة. كلفت الشركة العامة للكهرباء لجنة خاصة بزيارة مدينة سرت خلال الأسبوع القادم للوقوف على معاناة المهندسين والفنيين التابعين للشركة بالمدينة. وأوضح المكتب الإعلامي ببلدية سرت أن ذلك جاء عقب لقاء بين رئيس عميد بلدية سرت مختار المعداني بالمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، وناقش الاجتماع معاناة فرق الصيانة والمهندسين التابعين للشركة بالبلدية في ظل نقص الإمكانيات والمعدات، فضلا عن وضع الإنارة وشبكة الكهرباء في المدينة إلى جانب مشكلة عدد ساعات طرح الأحمال. كما اتخذت الشركة عددا من الخطوات لتشغيل الوحدة الثانية بمحطة توليد الخليج، لافتا إلى إرسال فريق من مدير الإدارات لزيارة سرت، وذلك للوقوف على الوضع وإعداد تقرير بالاحتياجات. اعتمدت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة نتائج الدور الثاني من امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2017-2018 بالمنطقة الشرقية. أوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك أن النسبة العامة بلغت 71%، لافتة إلى أن المتقدمين في الامتحانات بلغ نحو 13,000 طالب. كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الناجحين وصل إلى 9,600 ناجح، كما بلغ عدد الراسبين 3,800 تقريبا. أعلنت لجنة إخلاء الأماكن العامة التابعة لبلدية بنغازي مواصلتها العمل على حصر وإعادة تدقيق الأسر المقيمة في الأماكن العامة والمدارس والإشراف على بدل إيجار عملها في عملية الإخلاء. وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي على موقع فيسبوك، ذكرت بأنه تم إخلاء 4 أماكن عامة في المدينة، لافتة بأنه لا يزال العمل جاريا لإخلاء باقي المرافق التي تقطنها بعض الأسر منذ العام 2011. وتجدر الإشارة إلى عدد المؤسسات التي تم إخلاؤها حتى الآن والتي بلغت 30 مدرسة داخل نطاق بلدية بنغازي. تشهد بعض الأودية في مدينة بني وليد هذه الأيام انطلاق موسم الحرث الذي ينتظره أهالي المدينة بعد هطول الأمتار وسيلان الأودية. ولموسم الحرث في بني وليد طقوس خاصة تمتاز بروح التعاون والعمل التطوعي واستذكار قيم عليا كانت في يوميات المجتمع الليبي وفي شتى المجالات. نتابع. هطل كميات جيدة من الأمطار في وقت مبكر من هذا العام يؤذن ببداية موسم الحرث ويبشر بزرع وافر. هنا في أكبر وديان بني وليد وادي سوف الجين يبدأ المزارعون وأصحاب الأراضي بما يعرف بالحرث البدري، وهو لون من الزراعة البعلية. تقلب الأرض تحضيرا لبذر محصول القمح والشعير، وذلك لتنقيتها من الأعشاب والأشواك باستخدام الجرارات الزراعية أو تأجيرها لمن لا يملك. فيما يتحدث المزارعون عن فرحتهم بقدوم موسم الحرث لاعتبارهم الشعير والقمح أو كما يعرف محليا بالطعام قوتهم الأساسي وقوت آبائهم وأجدادهم. طبعا موسم الحرث نرجع فيه من العام للعام، وطبعا عيشتنا احنا أغلبيتها عايشين على الأمطار والسيول والحرث، وطبعا هذه النعمة الوحيدة اللي عايشين منها أجدادنا وناسنا، وطبعا متعودين عليها.
نطلب في رحمة ربي دائما وقت زي المطر والسيل نذبح ولا ذبح بيش معناها شيء يرحم الأرض والشعير والزرع والحيوان ونعمة من ربك راجوا فيها دي الحارس إذا كنا تو قبل كنا نحضر على البل والحيوان والخيل والواحد والحمد لله تو كثر الجرارات ونعمة وبدت الناس كلها تحرث حتى اللي قبل ما يحرش تحرث تو ما عادش تقعد أرض بور بقل وراجوا فيها مرجع هذه والحمد لله هذه نعمة من ربك وطبعا هذه بعشتنا احنا عشتنا احنا الليبيين وكل انسان الشعير والقمح هذا اساس الحياه. تترك الارض بعد حرثها عرضه لسيول الامطار عبر الوادي التي تعد المغذي الرئيس للحبوب الى حين انباتها ثم حصادها اوائل فصل الصيف. ما شاء الله. العاصمة مستمرة مشاهدين ونناقش فيها بعد الفاصل معاناة شريحة من المواطنين في منطقة أوباري جراء الأخطاء الطبية وعدم توفر العلاج. انتظرونا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. خطأ طبي كان من الممكن تلافيه تسبب باستمرار معاناة السبعيني الصادق محمد لسنوات تنقل بألمه بين مسقط رأسه في أوباري إلى بنغازي ثم طرابلس بحثا عن علاج مناسب لكنه في كل مرة كان يعود صفر اليدين. نتابع. بالنسبة لي أنا طبعاً ظليت في بعد رمضان في رمضان الفائت قبل هذا اللي فات جيت ماشي للحمام بعد الحمام طلعت من الحمام نسيت يجي في الفم بالضبط وزلقت انكسرت الفخذة يعني على ضوها طلعنا طول البنغازي مشينا البنغازي وشافوا الحالة طبعا طلعنا مشيت لحوش أخوي إلين هفتت الحكاية ردينا المستشفى جيت للدكتور قلت راهو فيه وفيه 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 وأنا مريض كما تعرف خلاص دخلني صورت ونقوها كما كانت الكسر خلاص قالوا لي توا ترقد نوم ترقد على ظهرك وبس ما تمشي وين رقدت على ظهري ومشيت المغازي تاني طبعا جيت للمستشفى قالوا لي العظم رد في مكانه وشاف الصورة اللي خلاص وان شاف الصوره قال لي تو هذه ما تبلل المشي تو قلت كيف نمشي انا بروحي نقف وقوف ما لقيت كيف نقف لان جاي في اليمين واليمين هذه بكل خلاص وليت مره ثانيه صورت وجيت للدكتور قال لي هذه ما تستحق إلا المشي كيف المشي يا رجل أنت أنا نحس في روحي بكل وهي طالعة مطرحها يعني الخرزة متاعت الفخذة طالعة مطرحها كيف قال لي تو ما فيش تب إلا المشي تو أنتم دكاترة كيف بدي لكم أنا بنقول صار أنا خلاص نسكت وخلاص خلاص ما ساعدوني روحت جيت رقدت على جنبي جيت رقدت على طبعا على الظهر وقعدت نعاني في روحي وروحي إلين جيت لي بالعمي أنا في أوباري قلت لها بالليل كان في صورة خلينا نصور نشوف الوحدة طبعا صور وشاف
قال لي هذه تبي خرزه والله خرزه وش اسمها انا عارف. المهم حديد بلاتين تبي مايكي ما ينفع بها شيره. جيت لي نفس الدكتور قلت له راهو فيه من الامر هيك وكي وكيف هو يمشي وانا نتبع فيه قلت له راهو انا ماني اجنبي حق ماني اجنبي انا ليبي كيفك ناس واجد نجبح فيهم توا عندك هنا مركبين بلاتين وش اسمه وكل شيء تمام ليش؟ قال لي توا امشي مشي دور المشي وبعدين سهل. خلاص روحت ما عادش قدرت مشيت لطرابلس. طرابلس طبعا عندي من قبل العملية هذه والكسر عندي المسالك. طبعا مشيت لصاحب المسالك الدكتور نتاع المسالك باش يعطيني المرض نتاعي في المسالك كويس ولا ما كويس. خلاص اعطاني اخر شيء قال لي 100% لكن تو عندك الحاله هذه ما نقدر نحول المسالك. فعلا خلاص روحت قعدت نمشي لطرابلس ونخش لطرابلس ونشوف الدكاترة ونشوف هنا ما فيش إلا المشي. قالوا لي المشي 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 وين المشي أنا ما نقدر نقف بكل اللي نمشي كيف نمشي. المهم ما عانيت روحي بكل خلاص. بعدين جيت للبلاد روحت للبلاد وباري وقعدت في باريتي لها وقت ونعاني في روحي ونخش ونطلع على الدكتور. نبي الدولة كيف تدي لي يعني كيف تعالجني والله تدي لي أي حاجة. واليد قصيرة اليد قصيرة والعين بصيرة يقولوا الناس المثل المان فهمت يعني. حتى الفلوس اللي بنمشي الوضع المادي والله الوضع المادي هذا على الراتب على الراتب والراتب الشعبية متى ينزل بعد 6-7 شهور ينزلنا شهر والله شهري ما في. وقاعد أنا تبع الضمان يعني ما فيش كيف نمشي. حتى الحالة التاكسي اللي بتركب فيها والله سيارتك اللي بتمشي فيها تبي بنزين وتبي زيت وتبي كل شيء. وانا هذا ما عندي لي قدره يعني الكل. بعدين اخش مثلا العيادات نفس الشيء بتبي منك تجيب الدواء وتجيب كل شيء ما عندهمش دواء داخل. يعني انا ما قدرتش كيف نطلع ونخش العيادات يعني. والله نطالب من وزارة الصحة بارك الله فيها وما عندنا ما نقوله في وزارة الصحة ولكن المفروض يعني يراعونا شوية يراعوا المرضى خاصة المرضى اللي في الجنوب. الجنوب هذا بكل ما في كيف ناس كلها بعض منها ماتت من مرض اللي ما عنده المرض اللي عنده ما لقاش كيف يمشي حتى يمشي يقولوا له ولي ما في. وهذا اللي صاير في غبار يعني في وللتعليق على هذا الخبر مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط المدني في الغريفة السيد عبد السلام صالح. أهلا بك سيد عبد السلام. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم يا سيد عبد السلام متابعون لحالة الحاج صادق فيعني إلى أين وصل ملفه وحالته وهل توجد حلول قريبة في حالته بالنسبة له؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا عم صالح هذا حاجة مستقرة قاعدة كما هو زي ما حكى لكم في التقرير نفس الحالة قاعد عليها.
يعني المرض هو يعاني من اربع امراض في الحقيقه، مش غير مرض في العظام اللي حكى عليه، هو مثال عنده مرض سرطان تسبب له من اهمال طبي في المستشفى. بعد هو من انكسر في حوضه وخش من المستشفى ما لقاش العلاج المناسب، وقعد ما عندهاش قيمه ماليه باش يسافر بها العيادات الخاصه، تسبب له في ورم، والورم زاد عليه في المسالك، وزيد على ذلك عند السكر. فهو مشى طبعا، مشى كيف ما حكى لكم، مشى البنغازي ومشى طرابلس، يدور في مستشفى عام لانه ما يقدرش يخش في مستشفى خاص. وبعدها احنا شملناه ببرنامج، احنا درنا حمله حصر لمرضى الاورام وضمينا فيها، وبارك الله في الدكتور ابراهيم حسن محسوق مدير مركز علاج الاورام سبها، هو اللي بادر بمبادره يعني الحصر هذا، ولما ضمه شاف حالته اعطاه قيمه ماليه بحيث تخفف من العبء، وليس يعني ما اعطاه شيء حل كامل، اعطاه جزء من الحل. الان الحاله متاعه ما تزداد كل يوم، بل كل ساعه تزداد، كل ساعه تزداد الورم منتشر، وكيف ما حكى لكم المستشفيات ما فيه، المصحات ما فيه، فكل ما يسافر كل ما يمشي يحضوه نفس الكلام، واهمال حتى اهمال من الدكاتره برا، كيف ما سمحتوا قال برا امشي اقف، فهي قال له انا ما نقدرش. فاحنا ماني عارف ان المشكله هذه لوين توصل من الاهمال ومن التسيب. فزد على ذلك ان الـ احنا الـ في الجنوب يحتاج 100 وسيله، 100 سبله، 100 حيله، بحيث ينتقل على الاقل 200 كيلو متر من منطقته من وباري لعند سبها، لان البنزينه لتر بنزينة ياخذ فيه ب 5 جنيه و 3 جنيه، في حين ان سعر الدوله 15 قرش. طيب سيد عبد السلام، يعني نعم. بالنسبه لهذا الرجل المسن وحالته الذي يعني انتم على العلم اكثر مني بها، ما هو الحل في هذه الحاله؟ الحل تدعمه الدولة على أساس أنه يا إما منحة علاج في الخارج، أو يتكفل حد من الناس الخيرة بعلاج في المصحات الخاصة، لأن الراجل ما يقدرش، لأن المستشفيات ما عندهمش، مشاه هو شاف المستشفيات وما لقاش عندهم العلاج. فهذا المطلوب، يعني المطلوب أنه يأخذوا منحة من الوزارة الخارجية. يعني هل تقصد أن علاجه ليس موجود داخل ليبيا، يجب أن يسافر إلى الخارج؟ حسب ما مشينا علاجه موجود، لأن مشكلته مركبة، بتخش على العظام تلقى مزال، بتفك مشكلة المسالك قبل، بتخش على المسالك بتلقى مشكلة الورم قبل، فلهذا مشكلته مركبة يعني معقدة شوي. ممكن نلقى في ليبيا، ممكن في المصحات الخاصة، لان احنا حتى المستشفيات الدكاتره اللي متعينين في المستشفيات يخدموا في المصحات الخاصه، واشطر الدكاتره. طيب انت ذكرت سيد عبد السلام انه يعني يجب ان تتكفل جهه او شخص ما بعلاجه، يعني هل حالته تحتاج الى مبالغ ضخمه للعلاج؟ يعني والله ما هو متوسط الله اعلم كم المبلغ. نعم هو المبلغ على اقل حتى ال 10,000 ممكن ما يقدرش عليها، احنا اللي نشوفه فيها مبلغ بسيط هو ما يقدرش عليه، الراجل من ذوي الدخل المحدود. زد على ذلك العلاج اللي انا فقط يعني اسالك حتى اذا كان احد من اهل الخير يسمعنا ربما يتكفل بعلاج الحاله. طيب هذا بالنسبه ما ان شاء الله لان حتى اهله جمعوا له عده مرات، والله غالب هذه الحاله اللي وصلتهم بها، الله غالب ما قدروا يغطوا له كامل تكاليف علاجه. طيب هذا بالنسبة للحاج صادق محمد، يعني أنتم يعني من خلال قيامكم بالعمل المدني والإنساني داخل أوباري، ما هو حجم المعاناة التي يعني يعانيها أو يواجهها المرضى هناك بشكل عام؟ هل هناك حالات أخرى على نفس القدر من يعني حالات مستعصية أو متأخرة على نفس قدر حالة الحاج صادق؟ نعم عندنا حالات كبيره. اول شيء نبدا من الطفل، من الاطفال اللي يعانوا من لدغات العقارب، الى كبار السن اللي ما لقوش دواء الضغط اللي تكفلت به قبل الدوله، يجوا في المستشفيات يوم سنتين ما عندهمش. هذه حاجه اخرى احنا لاحظنا في البدايه، طبعا مركز علاج الاورام تبها لاحظ الاحصائيه كبيره من مرضى من الجنوب يعالجوا في سبراتي ويعالجوا في مطراتي، فاضطر انه قال يبي يوصل لاكثر المرضى الموجودين هذين. لما حصرناهم كانوا 12 و13 و20، وبعدها بعد الندوه وصلنا
يعني داروا ندوه في ختام عمليه الحصر، وصلنا للأربعين. وبعدها لما لقوا بعد لقوا في جديه من مركز علاج الاورام تبها وصلنا ل 80. وبعدها لما اعطوا دعم مادي لبعض الناس اللي هم المرضى زي حاله عم الصادق هذا والناس الثانيه، اعطوهم بعض العلاجات وفي اللي تكفل بعلاجه في مصحه خاصه، صرنا ل 100. يراهم يتكلم عن منطقه من تبدا من الابيض الى اوبار المركز بثلاث بلديات لا يتجاوز سكانها 100,000 نسمة. اليوم يعانوا أكثر من 100 مريض. نعم. من مرضى الأورام السرطان، عافانا الله وإياكم. على هذا رقم كبير. وصلت الفكرة. نعم. سيد عبد السلام صالح، وعذرا لضيق الوقت، على كل حال أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف ناشط المدني في الغريفة، شكرا جزيلا لك. أحد معالم مدينة غريان، ولطالما كان مقصدا للزوار والسياح من داخل ليبيا وخارجها، ويقدر المؤرخون تاريخ تشييده بنحو 1000 سنة قبل الميلاد. مشاهدينا، نأخذكم في المساحة التالية إلى غريان وحديث عن حوش الحفر فيها، نتابع. هذا طبعا احنا تو واقفين في المدخل بتاع الحوش اللي هو نقوله الزريبه، وهذا المدور. طبعا الزريبه هذه وين كانوا يربوا في الحيوانات بتاعهم، والمدور هذا مكان يستريحوا فيه في الصيف، درجه حراره تبدا 47-45 برا داخل الغرف من 20 ل 23، وانت تبدا في مجهود وتكون عرقان ما تخشش طول، لازم تقعمس في المدور البراني شويه وتخش مع السقيفه، وبالتالي تقعمس في المدور الدخلاني شويه، معناه ما وصلت الغرفه وتكون درجه حراره جسمك ودرجه حراره الغرفه يكونوا متقاربات. الحوش هذا حوش عمر بالحاج ضخام جدا. ايه طبعا ونخشوا مع السقيفه، بعتالي نقل المدور الدخلاني، طبعا بعتالي نقل المنور اللي هو فيه الحفير، المنور اللي هو وسط الحوش وزي الشارع. يعني طبعا الحوش فيه 8 ديار، وكل دار كانت تسكنها عائله، ما يعتبر وسط الحوش وشارع، يعني الصغار تلقاه اللي هذا يطلع من دارهم يلعب في الحفير وسط الحوش. طبعا الحفير هذا يحطوا فيه الملح، طبعا الملح طبعا يمنع تعفن الميه ويخلي الارض هشه، يساعد على امتصاص الميه. والعظام لما يجمعوا ياكلوا اللحم، يديروا اللحميه وياكلوا اللحم، يجمعوا العظام ويردموهم في المركز نتاع الحفير نتاع حوش الحفر. طبعا النمله تحب العظم، تستكشف المكان فيه كميه من العظام، تنزل تقييم للعظم وبتدير قنوات للاستقرار. طبعا بتشتغل 3 شهور الربيع و3 شهور الصيف. طبعا لما تجي نطر الخريف، بدل ما تقعد راكحة 10 ايام، لا يوم يومين تقدر الميه مشت. وين مشت الميه؟ مشت مع قنوات النمله اللي دارتها للاستقرار، يعني معناها استغلوا النمله لتصريف الميه. طبعا الحوش يتكون من 8 غرف، من 3 مطابخ، طبعا 8 عائلات يسكنوا فيها انا واحد، وكل حجرة تنقسم 3 أقسام، قسم الأب والأم، قسم للأطفال، قسم للمعيشة اللي هو الشاي المحول والأكل والشرب والهدرزة والضيف القارين. يعني طبعا والضيف البراني يعني اللي خارج العائلة، طبعا اللي جاي لعائلة عمر بالحاج. طبعا في الدار البرانية اللي هي هني في نقوله في الزريبة، دار البرانية معنا اللي جاية برا. طبعا عائلة بالحاج بالكامل يستقبلوا فيها في الضيف. وفي الليل اولاد الحوش اللي فايتين من 9 ل10 سنين خلاص ما عادش يرقد الداخل مع ماليه، يطلع برا هو اولاد عمه يباتوا في الدار اللي هي تاع الضيف، وفي الليل يستغلوا فيها الاولاد الحوش. العاصمه مستمره مشاهدينا، ونتابع فيها بعد الفاصل باقي فقرات الاقتصاد والرياضه واحوال الطقس، ابقوا معنا.